مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أصدرت صحيفة ديسباتش تقرير حصري يوم 31 ديسمبر تقول فيه أن النجمين آي ولي جونغ سوك يتواعدان منذ 4 أشهر تقريبا. وفقا للصحيفة التقى الاثنين أول مرة في برنامج إنكي جايو قبل 10 سنوات، ومع الوقت تطورت صداقتهما إلى علاقة حب. تزعم ديسباتش أن الثنائي أمضي ليلة الكريسماس معا في مدينة ناغويا باليابان، حيث استمتع بإجازة هادئة لمدة 3 أيام في إحدى المنتجعات الفاخرة. تقول الصحيفة أن لي جونغ سوك هو من خطط للإجازة شخصيا وأحضر آي وشقيقها الأصغر أولا لليابان، وحتى أنه حضر لهما خدمة نقل تقل لهما من المطار إلى المنتجع، ومن ثم انضم إليهما في وقت لاحق. ووفقا لمصدر مطلع فإن أسرتي الثنائي يعلمان فعلا بعلاقتهما، وحتى أن آيو قامت بغناء أغنية تهنئة في حفل زفاف أخ لي جونغ سوك الأصغر في وقت سابق من هذه السنة. وقام لي جونغ سوك بدعوة شقيق آيو الأصغر في إجازتهما للكريسماس. وقد نشرت الصحيفة أيضا صور للثنائي في المطار وهما متجهين إلى ناغويا. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي داء.